المرحوم عبد القادر محمد بن قادر. دونك افون دو كومونسي نتمنى عندنا جماعه متالفين هما الحاج زبير قلم. دونك فقدنا في هذه الاونه الاخيره اربعه ولا خمسه، الحاج زبير بن قادر بالفغول غالي تاعنا محفوظ عبد الجلالي، خاصنا واحد من الناس سيد احمد لاليمي عكاشه. دونك هادو اللي كان عندهم دور مباشر ولا غير مباشر في الرياضه، الناس اللي وقفت. انا خدمت في الاسامي، انا عارف حسنا وين نشد عليها انا وانا راقد، انا مانيش جيستيونير ماني مدرب ماني انا كنت طبيب. مي نقول لك حاجه، عكاشه لا رحمه في الدنيا والاخره، لا رحمه وكاع اللي خدمت معاه، اربا خدمت معاه بوندون 10 ولا 15 اون الصحة الغالي، خدمت معاه 5 بوندون بيريود دوني، خدم اللي عليه وصل وين جاب. ان اونسيان باسكاتير اللي هنا اللي سامبيا وكان بريزون شارج توتال سارتان سوداني عبد القادر اللي يعرف باسكيت. الاجتماع تاع اليوم هو اعاده بناء ولا هيكلة الاتحاد الرياضي مدينة سي العباس، هذا ضروري حتمية خاصة في هذه الآونة الأخيرة. شفنا باللي الرياضة في بلعبة خاصة كرة القدم أصبحت كاتاستروف. شوف انت هذه المبادرة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، احنا النية راها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشوف مولود جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبادره حسنه، لماذا؟ لانه احنا اولا نشكر سي عبد القادر طراني، وجه من الوجوه الرياضيه في سيدي بلعباس، خاصه يعني في المجال تاع التدريب والتكوين اللي كون العشرات من اللاعبين لنادي اتحاد بلعباس سابقا. وطبعا المبادره هذه مبادره طيبه، لماذا؟ لانه اعاده بناء اعاده نشاه بلديه بلعباس في كل المجالات الرياضيه وفي كل التخصصات. لماذا؟ لانه في السابق كانت ليرنبيا وبلديه بلعباس تجيب العديد من الابطال في سيدي بلعباس وفي الجزائر، لهذا نتمنى هذه المبادره ونقول يعني مبروك من الان، يعني مبروك لنشاه وميلاد فريق بلديه بلعباس. يمكن رفع التحدي لاتحاد بلعباس لبلديه بلعباس، لماذا؟ لانه وكنت قلت باللي بلديه بلعباس يعني كانت معروفه في السابق باستقطاب الابطال وانتاج يعني العديد من الرياضيين لفرش يعني فرحوا مدينه بلعباس وعطوها يعني عطوها اسم لهؤلاء الرياضيين. موحدين سائل اونسيان ريسبونسابل قالوا لي طرارين قلعوا لي رمبيا، كان قلعنا لي رمبيا، انا درت كاع النيسيسار واتصلت مع الجماعه وريتهم هاي تاع لاجون سيدي سبور، راني عرفتها وقلت له دير لي لاكيزي وراه نورمالمون يجي، ما جاش. ها هو لاكيزي، ها هو اللي جايبه معايا، ما كانش خدت النبد الويسي ما جاناش. نورمالمون كان جا هادي دروك هاد لا ريونيون هادي هي ريونيون دو بريز دو كونتاكت. سي عبد القادر الطراري مرحبا بك على الاجواء والسانفو ويب تي في. سي عبد القادر الطراري اليوم شفناكم اللي درتوا هذه المبادره اللي نقدروا نقولوا اللي لم الشم للكره العباسيه اللي في هذه الاونه الاخيره شفناها انهارت. كيفاش يفسر سي عبد القادر الطراري هذا الانهيار اولا، وثانيا سي عبد القادر الطراري هو صاحب هذه المبادرة لإحياء اتحاد بلعباس سابقا إيران بيا، واش يقولنا وخلوه هو يقول الجمهور الكريم؟ احنا كان عندنا اوبجيكتيف مع كاين الرؤساء قدامى من تاع اتحاد بلعباس وأونسيان جوار تاع إيران بيا، هو اللي كي انيشاتيف باش نعاودو نحيو إيران بيا، ورانا درناها وراها قدرة الإله راه غادي تتسقد وغادي تكمل إن شاء الله على حسن ما يرام، ونلموا كاع لي سبورتيف بيلافيزيان ماذا بينا هذه اللي راه مبيعتها وتحيا وتطلع فيها النيفو عادي. سي عبد القادر أنت ولبيت هذه الميادة، وشنو وجوه سيدي بلعباس أبدا سيدي بلعباس التفتوا على هذه المبادرة، كيفاش أنت تفسر هذه المبادرة اللي درتها أنت، وشنو هذه الوجوه عندها غيرة على هذه الميادة؟ هادو اللي جاو هنا كاع عندهم غيرة على الاتحاد الرياضي مدينة بلعباس، كاع يبغوا ليرنبيا، وكل الأغلبية منهم اللي راهم هنا كاع لعبوا في ليرنبيا،
ما لعبش هاندبول، لعب فوتبول، ما لعبش فوتبول، لعب باسكيت، كاع ايران بها. واش يقول السي عبد القادر الطراني والنداء اللي وجهنا للجمهور الكريم؟ الجمهور الكريم ماذا بينا هنا نعاودوا نحيوا الفريق تاعنا ونديروا سي بون راي ونطلعوا فريق قوي بولادنا بولادنا بولادنا. دروك لاسومبلي جينيرال ماشي مش قاش نديرو بيتا ولا هذا من بيناتنا، شكون اللي باغي يرشح روحه لا كوميسيون اليكتورال؟ هذه اون يجوج معاه، كاين دو كوميسيون، كاين لا كوميسيون اليكتورال و كوميسيون دو باش يقول لا نتاع الكادر ابال ولا حاجه كوميسيون دو ريكور. فوالا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بادئا ببدء نشكر السيد طراري القادر اللي كانت عندها المبادرة باش يعاود يحيينا الفريق العريق اللي هو الاتحاد الرياضي لمدينة بلعباس. وانا سبق لي وين لعبت كاع الاصناف وقت اللي كانت اتحاد بلعباس اليف وابا، لعبت من البنجامان حتى الجونيور معاه، ومن بعد سينيور انتقلت الى كرة السلة. هنا الفريق تاعي ولعبت فيه وفريق القرق. هذه المبادرة جات في وقتها باسكو هذه اتحاد بلعباس مازال عندها الاهتمامات تاعها، الاتحاد الرياضي اللي كانت بكري لايسي اسوسياسيون سبورتيف كومينال. دروك حنا جات في لوفي وقتها باش نعاودوا نحيوها ونعاودوها في الموندا اولمبيك هذه تاع 2020 2024. ان شاء الله والمبادره راها قلعوا جو كاع الجماعه تاع لي زونسيان جوار اللاعبين القدامى والمسيرين القدامى. وما يخفاش عليكم بلي الجمعيه العامه دار تروك، وكنا خرجنا منها لجنه الطعون ولجنه الانتخابات اللي انا نترأس لجنه الانتخابات. ان شاء الله في الجمعيه القادمه، الجمعيه العامه القادمه يكون حاضر محضر قضائي وين نفوتوا الانتخاب المكتب وانتخاب الرئيس تاع الجمعيه. كوميسيون كونديدات، كوميسيون كونديدات، نديروا ثلاثه ثلاثه يخرجوا على جهه ومن ثم موراها جوست موراها اللي بغى يرشح لها رئيس. فوالا بالعباس اللي قالها ولادها. اولا نشكر الناس على هذه المبادره اعاده احياء فريق الاتحاد الرياضي بالعباس وليران بيا. وبالمناسبه نشكر الناس اللي راهم مشرفين على هذه المبادره اللي المره اللي فاتت اجلوا الاجتماع بسبب وفاه الوالد، لهنا نشكرهم ونطلب ربي يرحم الوالد الله يجازيهم. وهذا الاجتماع ان شاء الله يكون لاعاده احياء الاتحاد بلديه بلعباس اللي خرج ابطال في كل الفروع، ونتمنوا نكونوا في الخير على هذا الاجتماع وان شاء الله كل واحد يساعد اللي يقدر عليه ونتمنوا الخير ان شاء الله. على كل حال مبادرة قيمة، نشكر سي عبد القادر الطراري على هذه المبادرة، ولازم نذكروا بلي بلعباس هذه اللي ربيها لايس ميري ارون كانت كروند ايكيب بلعباس، كانت خزان الاتحاد بلعباس، عندها ابطال ابطال عالميين وابطال وطنيين، ما لازمش نخلوها تمشي، ما لازمش نخلوها تمشي هكذا امور الكرام، لازم نحضروا ونوضوها ان شاء الله ونقوموا بها وان شاء الله تكشف. في أوساط الرياضية هنا في الجزائر تكش مكانتها. ما ننسوش الله يرحمه سي بن قادة، كان قادة عندنا أن نظن عندنا يدرس وين لازم تطبق أو نيفو دو لا فيدراسيون، لا دروس اللي كان ربح فيها في لاباس وين نورمالمون تطلع يا ربي تطلع دو بالي. نظنوا هذه الخطره ان شاء الله لو كان نمشوا في هذا المنوال بالك على ربي نتحصلوا على ذوك زوج مراتب تاعنا، وتكون تاني حنا اللي جانا هنا بالعباس من اللي وخروا من اللي سميها لي زيسبوار ان شاء الله يقوم مكانتهم هنا في اليرمبيا، لان بالعباس خلات ابار دي سميا ورانا نشوفوا المكانه اللي راه في سميا المكان اللي راه فيه. نظن الدوزيام ايكيب تعاود تطرد السوق بالعباس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. على كل حال تحيه حبيه الى كل متتبعي وستنفو وعلى الخدمات الجليله اللي مقوم بها على مستوى الاسم العباس. اليوم تلبيه لنداء المحبين تاع النادي بلديه العباس المعروف سابقا بالامل الصاعد لبلديه العباس، واحياء لهذا الفريق العريق في العباس بعد فريق اتحاد العباس وكاع، يعني ارتاء يلغوا لي جون كي بوف رامني زعما كيما نقولوا بار لور ايدي
ان بلوس. ولكن انا كمتدخل اليوم جيت كمواطن عباسي كمتتبع للرياضه محب للاتحاد بالعباس اللي لامبيا وكاع وطلبت من يعني الحضور اللي كانوا حاضرين وكاع يفودري ايلارجير يعني لاسيستونس. كاين مسيو تراري يعطي الصحه زعما الى يو لا بريزونس ديسبلي لو كوراج وكاع بور راسومبلي هاد الناس وكاع في بالعباس. عندنا ناس محترمين يعرفوا الرياضه يعرفوا كره القدم. الحاجه اللي كنت نفهموا عليها جماعه النظام مليح النظام بغا في هذه لاسومبلي ولا في اي حاجه الامور كيتقلع دي مانيير كلير كون كان كلارتي كل شيء في لا جيستيون اون بورا اريفي لوا. انا اليوم سي جو سوي زعما بريزون ايسي سي بارابور ا ما كاليتي دو بيلا بيزير. نشكرو الشي خطراري الاتفاق اللي دارها ونتمشوا منه ان شاء الله النجاح للفريق يعاود يولي والفريق عنده تاريخ كبير ونتمشوا منه ان شاء الله كاع من العباس يعاودوا باش يعاود يرجع للساحه الكرويه ان شاء الله. نشكر هذه المبادره اللي دارها الشيخ القادر الطراري نتمنى ان شاء الله الفريق يعود كما كان ونتمنى النجاح للفريق ان شاء الله وكاع يوقفوا معه كما وقفوا مع خطر ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه انا كاع الحاجه اللي تخص بالعباس وسورتو بالشبان وبالرياضه ويتم استدعاء فيها الروح لها وبكل فرح وسرور. اليوم كانت فيه مبادره مليحه كنا مبادره تاع ارجاع فريق الاتحاد الرياضي للبلديه بالعباس الحاضره تاع كره القدم الوطنيه وكانت مبادرة مليحة. جيت استعاوني حضرت وانا هذا الفريق لعبت فيه صغير لعبت سابق فيه صغير وزهيت وكان النقاش مليح حضروا فيه الناس اللاعبين القدماء ولاد المدينة ولاد بن عباس وكانوا بخصوص الناس المقبلين ان شاء الله نتمنى يعاودوا لهم ثاني باه يجوا ويحضروا باش هكاك ان شاء الله هذا الفريق هذا رانا هنا باه نساعدوا كاع باه الفريق هذا يعاودوا لي بن عباس راها تفتقر بزاف من الناحية هذه بما ان وراه نيبا وراه روناكو وراه ليرامبيا وراه راحوا كاع الفرق هذو. حنا نتمنوا اعاده النظر في من الناحيه هذه ورانا مستعدين باه نعاونوا. ما تنساش باللي فريق الاتحاد بن عباس الاتحاد الرياضي لبلديه بن عباس وناديه بن عباس ومشعل بن عباس هما اللي كانوا الخزان تاع فريق الاتحاد بن عباس وكانوا ممولين الرئيسيين تاع فريق الاتحاد بن عباس. كنا دائما 80 70% من اللاعبين هذو تاع هذو زوج فرق تلقاهم يلعبوا في القسم في فريق تاع الاتحاد العباس. وللاسف كي هذ الفرق هذو تدهورت الى تم هذا الفرق الله يسمح للناس اللي كانوا وراء هذا الشيء هذا رانا نشوفوا بلي كون ما نعاودوش ننهضوا بهذا وينوضوا ولاد المدينه ولاد الغيورين على الرياضه هذه وعلى الفرق تاع بالعباس ما يعاودوش ينوضوا من جديد. حتى الفريق تاعنا الكبير تاع الاتحاد بن عباس كاع بروحه اليو اس ام بي بروحه راه رايحه لهذه الطريقه تاعهم. كلمه اخيره يقول هنا قاسم عايده للمناصرين او محبيها محب الكره العباسيه. انا واش نقول انا دائما نقول باللي ودي الانسان ماذا به اذا كان يتبع فريق يتبع الفريق ما يتبعش الاشخاص. الاشخاص يزولوا ويموتوا ويروحوا والفريق يبعد. واللي يكون حبه الفريق تاعه ويكون انا نشوف بلعب ولايه كما بلعباس فيها 52 بلديه فيها فريق يلعب. انا دائما نقول باللي الشعب تاعنا ودائما نقول انصار تاعنا وتاع الولايه كاع كامله دائما نقول باللي عندنا شعب وعندنا انصار اللي نورمالمون يسحقوا كل سنه لقب ولكن تجري الرياح بما تشتهي السفن. اعضاء المكتب والرئيس يليق تندم. روح جديدة ماهوش غير الفريق من كل الرياضة مدينة سيدي بلعباس. علاش فريق ديرنبيا فريق الاتحاد الرياضي لمدينة سيدي بلعباس كان يعتبر مدرسة ويجمع كل شباب ولاية سيدي بلعباس اللي كانت فيه سيت ان كلوب اومني سبور سيت ان كلوب دو ماس وين فيه اختصاصات عديدة من فريق ليرامبيا خرجوا رياضيين اللي مثلوا
احسن تمثيل ولايه سيدي بلعباس شرف ولايه سيدي بلعباس شتى الاختصاصات وصل حتى الالعاب الاولمبيه في المناطق. وين وصلت اليوم في هذا الشيء او الاجتماع تاع الاجتماع اليوم هذا كنقولوا دروك قلعوا من جديد. كيفاش قلعوا من جديد؟ نحترموا طبقوا القوانين المعمول بها وهي اليوم هادو لي مومبر دو لاسومبلي جينيرال وين المره الجايه ان شاء الله تم الاتفاق على يكون فيه مكتب مسير منه يخرج رئيس يكون محضر قضائي يحضر مدير الشباب والرياضة تحضر كذلك اليوم كانت انتخاب لجنتين لجنة ترشيحات كوميسيون إلكتورال وكوميسيون دو ركور هذا باش الأسبوع القادم إن شاء الله نكونوا موجودين روحنا.